سائق تاكسي بيوصل الزباين مجانا، وبيقول ان الموضوع هو بيعمله صدقة جارية على روح والدته. خلونا نشوف معاكم بقى بصراحة الخبر الجميل ده، ونقدر نقول عليه كمان مبهج، لانه ده بيدينا امل وبيحسسنا ان لازالت في طاقة غير طبيعية موجودة عند المصريين، وتوصيلة بدون اجرة على روح امي. الحقيقة ان اللي كاتب الموضوع دوت حمدي، صاحب تاكسي بيوصل الناس ببلاش، وبيعمل الكلام ده في ذكرى وفاة والدته الله يرحمها. حقيقة مفيش اجمل من الام، وللأسف اللي ما يعرفش قيمة امه يبقى فايته كتير، وناس كتير ما بتعرفش قيمة الناس اللي حواليها غير لما بتبدأ تروح من الدنيا. الحقيقة ان الام هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشجعك، وممكن كمان تخليك فخور في نظر نفسك طول الوقت قدام نفسك وقدام اللي حواليك كلهم، حتى لو كان العالم كله شايفك حاجة تانية، بيقولوا هي جمهورك الأول. ورحم الله أي أم توفاها الله سبحانه وتعالى وهي الآن تحت التراب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أمهاتنا الأحياء اللي موجودين على قيد الحياة. لكن اللي ممكن بقى يخلي سائق التاكسي ده يعمل يومية أسبوعية صدقة جارية على روح والدته إلا إنه كان شايف منها كل الخير وكل الدعم. طيب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ إحنا بنقول الكلام ده لأنه الفترة الأخيرة بدأنا نشوف تزايد شديد جدا في حالات العقوق بشكل كبير ومؤسف جدا، وبقى كمان أحيانا بيبقى ليها مبررات واهية. يعني مثلا بقينا نشوف ونسمع عن أمهات كبيرة في السن مش لاقية لا الستر ولا لاقية الهدمة مثلا اللي تغطيها، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب جحود ولادها، اللي مثلا اللي سمع كلام مراته واللي سمع كلام جوزها، او اللي يروح يجي مثلا يسيب اهله وبتاع وهكذا، وتيجي تسالهم ليه بتعملوا كده في امك، ويقول لك لا اصل امي غلطت. معلش يعني حاسب نفسك، انت بتحاسب مين؟ انت بتحاسب امك اللي شالتك في عز ضعفك وقت ما انت كنت لا عارف انت مين ولا انت فين ولا اي حاجه خالص في الدنيا؟ بقى في تبرير للعقوق يعني غريب جدا جدا بنسمعه، والحقيقة ان ده مدخل كبير قوي للشيطان عشان يوصل معاك بعد كده للعقوق الكامل. وللأسف الشديد الفكرة اللي صورتها لنا الأفلام وفهمتها لنا اننا لو خصمنا امهاتنا ده ما يبقاش عقوق، دي فكرة مغلوطة. الأفلام مصورة لنا ان العقوق هو اللي بيضرب امه او اللي يطلعها يطردها بره البيت وخلاص. لا، الحاجات التانية دي كلها عقوق. فعشان كده حبينا نشيد بالفعل بتاع حمدي ده، ونوجه له تحية كبيرة جدا خلال البرنامج، ولكل حد بصراحة لازال بيتقي الله سبحانه وتعالى في أهله. طبعا هم كتير جدا جدا، ولكن الحالات دي بتبقى حالات نادرة، لكن حبينا بس نلفت الانتباه ليها، ونحيي أي حد لازال بيعامل والديه لسه بالإحسان، ونقول له يعني خوفك على أهلك دول لما كبروا من الهوى الطاير ده كله هيعود عليك، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. لو انت احسنت لاهلك هتلاقي في كبرك اللي يطبطب عليك، وهتلاقي اللي يعاملك معاملة محترمة انت تحبها، وكمان يتعامل معاك بالبر والإحسان. لو لقيت انت نفسك بقى في صغرك جاحد لاهلك هتلاقي برضو اللي يعذبك، وهو تلاقيه شايل اسمك وشايل دمك ومن روحك، ولكن هو سبب عذابك في كبرك. فنحسن لأبنائنا ونحسن لأبائنا، لأن زي ما بيقولوا كله سلف ودين. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن يرزقنا أن نكون من البارين بأهالينا، قولوا أمين وادعوا بها على طول، لأن العقوق ده حاجة صعبة جدا جدا، ومن الحاجات اللي بترد في الدنيا.